عن المنذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم لأخذن بيده حتى أدخله الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في صحيح الترغيب. ومعنى كلمة زعيم في معاجم اللغة العربية أي كفيل أو ضامن. نقول: إني بذاك زعيم، أي كفيل أو ضامن. ومن معاني كلمة زعيم: زعيم بمعنى رئيس، وزعيم بمعنى سيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في صحيح الترغيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.